السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الصف الأول. اليوم موضوعنا عندنا خيمة عن حرف الأخ الأولية، أخ الأولية اللي أخت الأحد الأولية والحج الأولية، فهمتم؟ هسا حكاتب الموضوع. عندنا خيمة، خيمة نكلتها نعوف الخيمة من هو السفرات ناخذها نحطها بين الأشجار حتى نتفيأ بها من حرارة الشمس. خيمة هي كلمة جديدة أيضا عليكم، تبدأ بحرف الأخ الأولية اللي عليها فتحة، أخ فتحة خاء، إي خيمة، خيمة. أخذنا إنه أخذنا، لحون حرف الأخ أيضا عليها فتحة، خيمة. أخذنا خيمة وذهبنا إنه إلى البستان، طبعاً نأخذ الخيمة إيش بنقول؟ البستان أو الحقل أو إيش بنقول؟ إلى قلنا حرف جر، في البستان نخل، طبعاً أشكو بالبستان نخل، هذه الشجرة الحلوة العالية اللي تنطينا التمر، وأيضاً ما بس نخل بها، وخوخ وعناب. تفهمون نخل؟ جاء كلمة نخل حرف الأخ وسطي وسط أي كلمة. خوخ جاء مرتين حرف الأخ، مرة أولي ومرة آخري منفصل. وعناب هون ما بها حرف الأخ. نصبنا الخيمة، إيش نصبنا الخيمة؟ يعني حطيناها بين النخيل. هون كلمة الخيمة جاء حرف الأخ وسطي، النخيل أيضا جاء حرف الأخ بالوسط. أكلنا ولعبنا وفرحنا، طبعا من هو السفرة ناكل ونلعب ونضحك ونفرح. فحقراكم الموضوع من النهاية إلى البداية. أكلنا ولعبنا وفرحنا، نصبنا الخيمة بين النخيل، وخوخ وعنب في البستان نخل، وذهبنا إلى البستان. أخذنا خيمة، عندنا خيمة، أفتر أحلى. هسه ناخذ الكلمات اللي بيها أخ الأولية والأخ الوسطية، لأن اليوم موضوعنا بس على الأولية وعلى الوسطية، هذاك الموضوع أخذنا الأخ الآخرية بأفراخ الدجاجة. خيمة، خيمة، أخ أولية عليها فتحة، أخ فتحة خاء. الخيمة هون عرفناها بأل، وهذا حرف شمسي، والآ همزة الوصل، وجد هون عندنا الأخ بالوسط وعليها فتحة الخيمة. هون عندنا أيضا جد حرف الأخ بالوسط، نخل، نخل هاي الشجرة الحلوة الكويسة. أخذنا، أخذنا هون أيضا جد بالوسط ومتصلة بحرف الإذ اللي أخذناه في كلمة أستاذ وتلاميذ. وخوخ هون جد حرف الأخ مكرر، مرة وسطي متصل مع الأو، ومرة جانا منفصل آخري، علينا تنوين الضام. هسا نجي كلمات ما بهم يا أولاد حرف الأخ لا الأولي ولا الوسطي. أكلنا، هاي ليش الإسماعيل خطي دحو، يلا. ولعبنا بين، وعنب، نصبنا وذهبنا. شفتم هاي كلها كلمات جديدة عليكم، أريدكم تتعلموها، تكتبون الموضوع مرتين وتنزلون الكلمات مع حفظ الإملاء الموضوع، وأيضا عندنا مقاطع الكلمات هم تكتبوها نفسها، بس هوني جاء أولي، تهمتم؟ أخ فتحة خاء سيخاء، أخ ضم خو سيخو، أخ كسرة خي سيئي، خاء خو خي. هسه غي حقركم الموضوع بالكتاب.